السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تقدر تعمل شات بوت للموقع بتاعك بطريقة سهلة جدا، مجرد ان انت بتدخل بس البيانات الأساسية للموقع ومن غير اي برمجة خالص. الموقع ده بيساعدك على كده، chat.io.ai. كل عليك ان انت مثلا ايه بتديله اسم وتبدأ تديله مثلا معلومات مثلا من PDF او تديله الموقع، وهو اي عميل هيدخل هيبدأ ان هو يتناقش معاه ويتكلم معاه. شغال 24 ساعة في اي وقت، اي حد هيسأل اي سؤال هيبدأ ان هو يجاوب عليه. حاول لو انت عملت الموضوع دوت ما تبداش تطلقه للناس، لا خليه الاول تجربه انت بنفسك، الموظفين يجربوه، بحيث لو في اي خطا يبقى خطا داخلي وتبداوا ان انتوا تتداركوه. ممكن لما تحس بقى ان النتيجه كويسه وبدا يجاوب صح وفاهم منتجات الشركه تبدا ان انت ايه تحط على الموقع والناس كلها تقدر انها تساله. في الاول خليه خاص. الموضوع سهل جدا، ان انت بتديله بس الملفات وهو زي ما شات جي بي تي بيقعد يدور في الشبكه العنكبوتيه كلها، لا هنا هيجاوب بس معلومات خاصة بشركتك، مش هيجيب أي حاجة من أي موقع تاني. فلو مثلا بيسأل المنتج ده متاح يبدأ يجاوب عليه، إيه مواصفات المنتج دوت، يبدأ يشوف الكتالوجات ويرد على الأسئلة. فده هيساعدك. وممكن تقول له مثلا لو في أسئلة فيها عندك الإجابة بتاعتها جاوبها، لو مفيش يبعت لي وأنا أجاوب بس على الأسئلة اللي ما اتقالتش قبل كده. وممكن حتى تديله كل الأسئلة اللي أنت سألتها ويبدأ ان هو يجاوب بنفس الطريقة اللي انت بتجاوب بيها، فهيساعدك كتير ويوفر لك وقت كتير اوي. كل عليك ان انت تقول له انا عايز ابدأ. طيب تعال نشوف السعر. بيبدأ من $15 في الشهر، ولو برو هيبقى $39.